السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده يا رب. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد العصير اللي تيجي الاخوات منعش ما شاء الله. ان شاء الله رمضان قريب على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي، وكل ما تمنيتو لينا وليكم وجميع المسلمين. كنشكر خوتي وخواتاتي اللي ضموا القناه ديالي، شكرا لكم بزاف لهلي خطيكم. تنشكر الجداد ونشكر القدام، داركم لهلي خطيكم. تنشكر اي واحد خلى ليا تعليق، اي واحد خلى ليا بصايمه، اي واحد الله يجازيكم بخير، وشكرا لكم ولهلي خطيكم. وديروا البارطاج الله يجازيكم بخير، بارطاجيو القناه ديالي باش تكبر العائله. المهم راه غنشارك معكم هذا العصير اللي ساهل وبسيط، واللون ديالو والفاكهه اللي غندير غنيه بالفيتامينات وزوينه ولذيذه. ما تسغناوش عليها، طبقوها وديروها ليكم ولوليداتكم، راها طريقه غزاله يا الاخوات، طريقه زوينه، راه فيها بزاف الفيتامينات وراها تبارك الله ما شاء الله. راه كلشي عارف علاش ندوي هاد الخضراوه اللي فيها داك الفيتامينات اللي فيها، ما نقدروش نتسغناو عليها، راها زوينه في اي حاجه حطيناها كتتمشي. درناها كوفيتير، درناها سير، ودرناها عصير، درناها شلاده، مهم فيها دواء وفيها فيتامينات وفيها كلشي. اليوم انا تنهضر لكم على الباربه اللي غندير لكم بها هذا العصير اللي تيجي غزال الاخوات، وتيجي رائع من عمل كريمه، كيجي فن، تيجي فن 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 فن، وطوب طوب طوب كما تنقولوا. ما عليكم غير تابعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، وما تنساونيش من واحد اللايك وكومونتير، الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين، وعواش مبروكه، وبسم الله على بركه الله. ندوزو للطريقه كيفاش غنحضرها، غتعجبكم الطريقه اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله، غتعجبكم بزاف الاخوات، وانا متاكده غتجربوها وغتردوا عليا الخبر، انا متاكده. هنا بسم الله على بركه الله غنشارك معكم العصير كما قلت لكم هالمقادير ديالو. هنا عندي البنات الباربه، شريت كيلو ديال الباربه لقيتها رخيصه، شديته غسلته مزيان وسلقتها واحتفظت بها، نبقى كل مره نهز منها، تبرك عندي سيمانه مسلوقه نديرها في الثلاجه بالمويه ديالتها، نحتفظ بها في الصوبره ونخزنها. وباربه راه صحيه البنات، وغندير لكم واحد العصير اللي غادي محتاجينه في هذا رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه لينا ولوليداتنا، منعش وزوين وصحي، وبحال بحال شربتو رايبي، تيجي بحال شكل رايبي، تيجي زوين. ورايبي راه تيعجبنا كبار وصغار، تبارك الله ما شاء الله كلشي تيعجبنا، رايبي رايبي جميله رايبي. واليوم انا غادي نديرو لكم في المنزل اللي طريقته زوينه غزاله البنات، والباربره عارفين المنفعه اللي فيها، كلشي تيعرفها ما شاء الله عليكم. هنا عندي البنات، عندي لطرو تاع الحليب، واش غندير لطرو كامل ولا غندير نص ديالو، المهم انا غادي نعطيكم كلشي مكونات مضبوطه ان شاء الله. المهم عليكم نتوما غير تشربوا هذا العصير، راه غزال تبارك الله ما شاء الله، غادي ينفعكم في السحور في الفطور، المهم زوين زوين، مذاق زوين ومشبع مشبع، زوين بزاف. عندي البنات تما كاين نصيطرة الحليب، وعندي دانون، وعندي كاس ديال السكر، السكر تيبقى على حسب الذوق كل واحد وكيفاش يحب الحلاوه، لا كل واحد بغى يديرو حليب يديرو، بغى يديرو مسوس يديرو هو طوق. المهم اللي غنعطيكم انا هي الوصفه اللي زوينه، طبقوها وديروها راه غزاله البنات، غتنفعكم ان شاء الله في هذا الشهر الكريم. ثلاثه البربات صغيورين راكم شفتوهم، ماشي كبارات، كانوا كبار ديروا غير جوج، وفتيه وصغيره لقيتها وقلت علاش ما نشريهاش، شريتها واحتفظت بها. صافي غنجيب الماكينه فاش غنطحن، غندير كاس ديال السكر، وانا درت الباربه هنايا، وغندير دانون جوج حكاك ديال دانون الاخوات، جوج علب ديال دانون، ديروا دانون بالفاني، دانون بالبنان، انا درت دانون بالاناناس عجبني. كل مره واش نديروا بدانون ديال الفريز ديال البنان ديال المشماش ديال الخوخ ديال كل شيء، دانون كما كان زوين. درت جوج علبات ديال دانون، وهذاك الكاس ديال السكر،
وغندير نسيطرة الحليب باش نطحن في الاول مزيان، وبغيتو تزيدو حتى شاشيه ديال الفاني راه مزيانه. وغادي ندير الكميه وغنطحن مزيان باش يطحن ليا، ولا ما نكثروش الحليب من الدقه، احنا نحطوه يطرح حدانا ونطحنه ونشوفه. هذيك الساعه نشوفوا العصير ديالنا بغيناه جاري ولا خاتر كما بغيتوه نتومايا، هي يكون معقد شويه احسن نشربوا في شي حاجه تكون بنينه في الفم ما تكونش جاريه كما تنقولوا مزلقه ولا كيقولوا لي ماشي ملعقه زعما كاينه. ها العصير البنات اللي غزال تبارك الله، درت هذاك نص سيطره وزدت غير كاس، كاس الحليب صافي هو اللي زدت صافي، اكتفيت بهذوك جوج دانون ونسيطرة الحليب، ومن يطحن زدت غير كاس صافي ليطرو، زدت ما درتوش كامل، درتو البنات وطحنتو. وشوفوا اللون ديالو كيفاش اللون تبارك الله ما شاء الله، شوفوا بدون صباغه بدون مواد كيماويه بدون حتى شي حاجه، شي حاجه اللي طبيعيه. وانا الباربره حطيت لكم حتى في الحريره غتلقاوها في القناه ديالي على مصطفى، ومازال غنجيب لكم بها وصفات ومعجونات كما تنقولوا في العجينه تجي زوينه كتعطينا واحد اللون طبيعي طبيعي بزاف، كيديروا منها بزاف حتى التجميل. هي الباربره زوينه، احنا غنبقاو اليوم غير في العصير. شوفوا القوام ديالها كي جا اللون ديالها جات يحمق البنات، انا بعدا كينا راه كنشرف فيها وتنتسب لنا في واحد المذاق اللي غزال، صغيورين وليداتي صغيورين شربوها تبارك الله، البنيه صغيوره شربت الكاس هذا كامل وعجبها وكتقول لي شكرا ماما شكرا، باش تعرفوا المذاق ديالها راه زوينه بزاف. وحتى وليداتنا راه صحيه، هي الباربره خصنا ناكلوها وناكلها لوليداتنا ونذوقوا المذاق ديالها اللي زوين البنات، عصير بنعمه الكلمه، عصير فن. هي تجي مع الليمون تجي مع الحليب تجي غير بالماء، باش ما بغيتو ديروها تقدروا ما ديروش، تقدروا ما ديروش الحليب وديروا غير الماء ودانون وتجيكم فنه. والناس اللي عندهم السكر يقدروا يطحنوها غير هي وكاس دانون مسوس ويطحنوا معاها الماء ويشربوها حتى هما ما يتحرموش، حتى هما يشربوا العصير طبيعي وزوين. اخوات رجت العصير رجا غزال الاخوات، نتمنىكم تجربوه، وما عليكم غير خليو ليا في التعاليق وخليو ليا لايك وبارطاجيو القناه ديالي الى عجبكم المحتوى من طبيعه الحال. وشكرا للناس اللي دخلوا عندي قدام، وشكرا للناس الجداد، وشكرا لاي واحد ضم القناه ديالي الله يجازيكم بخير، واي واحد تيساندني عالم ام صافا تقول لكم مبروك عواشركم، كتقول لكم شكرا لكم بزاف على لي لايك وعلى التعاليق الزوينه ديالكم اللي تحفزني وتخليني تنعطي وتنعطي. وان شاء الله وصفات زوينين وطبيعيين واقتصاديين وماشي مكلفين، عصير لي جا غزال البنات وما غيكلفكمش بزاف، غزال البنات. غتشريو كيلو الباربه غديروا منه شحال من مره، واللوين ديالو زوين بزاف، شوفوا اللوين انا راه عجبني اللوين، وملي شربته راه ما نقولش لكم البنات كيدير، راه غزاله تبارك الله. ايوا جربوها اخواتاتي وتسبنوها وردوا عليا الاخبار، وشكرا شكرا لاي واحد خلى ليا تعليق، اي واحد شاهد الفيديو، اي واحد بارطاجا الفيديو، اي واحد خلى ليا لايك، كنشكركم بزاف وتنقول لكم عواشر مبروكه علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالسلم والسلام. وهادشي اللي غنقول لكم الاخوات، ما عليكم غير شجعوني الله يجازيكم بخير والهلي يخطيكم عليا، وبالسلامه عليكم. وخليكم مع العصير اللي جا رائع البنات، جا غزال ما شاء الله جات يحمق، هانتوما الاخوات راه هو باين لكم قدامكم تتشوفوه فيه في الشاشه، جا زوين ما عليكم غير جربوه وغتردوا عليا الخبر، غادي يعجبكم ان شاء الله حتى نتوما ووليداتكم، وبالصحه والراحه تلاقاو ان شاء الله.